السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في مراجعتنا لمادة العلوم للترم الثاني. أتمنى إن شاء الله الامتحان يجي سهل وربنا يوفقكم ويوفق الجميع. نبتدي مع أول سؤال. سؤالنا بيقول: أكمل. يفرز هرمون نقط المسؤول عن تحفيز أعضاء الجسم لحالات الطوارئ من نقط. طبعا يا اولاد يفرز هرمون الادرينالين، طبعا ده المسؤول عن تحفيز اعضاء الجسم لحالات الطوارئ، طبعا اللي بتفرزه الغده الكظريه. السؤال الثاني معانا يا اولاد: في تفاعلات نقط يتفكك المركب الى عناصره الاوليه بالحراره. هنركز هنا في السؤال ونشوف ان كلمه حراره يبقى اكيد تفاعلات الانحلال الحراري. بنقول مع بعض: تقاس شدة التيار الكهربي بجهاز نقط ووحدة قياسها نقط. طبعا هنا تقاس شدة التيار الكهربي بجهاز الأميتر ووحدة قياسها طبعا الأمبير. طبعا يا ولاد ما ننساش ان جهاز الأميتر بيوصل في الدوائر الكهربية على التوالي. لو جالي سؤال علل يوصل جهاز الأميتر في الدوائر الكهربية على التوالي، هنقول هنا لقياس شدة التيار الكهربي. السؤال بعد كده يوريد رقم 4: في الخلية الكهروكيميائية تتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط وينتج تيار نقط. نمسك كده السؤال ونقول: في خلايا الكهروكيميائية، طب واضح إن هي في طاقتين، طاقة كهربية وطاقة كيميائية، فإحنا طبعا هنا هنحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية وينتج تيار مستمر. لو جينا هتكلمنا على مصادر التيار الكهربي هنتكلم على الخلايا الكهروكيميائية وهنتكلم على المولدات. خلايا كهروكيميائية زي البطاريات، بطارية السيارة، بطاريات الجافة، عندنا المولدات زي ايه؟ الدينامو. ما تنساش ان الخلية الكهروكيميائية بتديك تيار مستمر والمولدات الكهربية بتديك تيار متردد. بيقول لي: في الدوائر الكهربية يوصل الأميتر على نقط بينما يوصل الفولتاميتر على نقط. كنا لسه مجاوبين السؤال دوت، بنقول ان احنا بنوصل الأميتر على التوالي بينما يوصل الفولتاميتر على التوازي. وطبعا ما انساش برضو لو جالي السؤال علل يوصل جهاز الفولتاميتر في الدوائر الكهربية على التوازي، هقول هنا لقياس فرق الجهد الكهربي. بعد كده يا ولاد السؤال السادس: في بداية التفاعل الكيميائي تكون نسبة تركيز المتفاعلات نقط. طبعا انت عارف ان احنا عندنا متفاعلات وعندنا نواتج، في بداية التفاعل بتكون تركيز المتفاعلات طبعا 100%، ومع استمرار التفاعل يقل تركيز المتفاعلات ويزداد تركيز من النواتج. ففي نهاية التفاعل يصل تركيز المتفاعلات الى 0% وتركيز النواتج الى 100%. بيقول لي: انتزع مندل أزداد بعض الأزهار أثناء تجاربه لمنع حدوث نقط بينما غطى مياسم الأزهار لمنع حدوث نقط مرة أخرى. طبعا دي يا أولاد دي تجربة مندل الأولى اللي هي كان بيدرس فيها وراثة زوج واحد من الصفات المتقابلة. طبعا احنا فاكرين ان انتزع مندل أزداد بعض الأزهار طبعا لمنع حدوث التلقيح الذاتي بين الأزهار وبعضها، وبعدين بعد ما عمل عملية منع اللي هو انتزاع الأزدية وحصلت عملية التلقيح، ابتدى يغطي المياسم مرة أخرى طبعا عشان يمنع حدوث التلقيح الخلطي. بعد كده يا ولاد معدل التفاعل الكيميائي نقط بارتفاع درجة الحرارة. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده على عدة عوامل بتؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي، منها درجة الحرارة، منها التركيز، منها مساحة السطح المعرض للتفاعل، والعامل الحفاز. طبعا معدل التفاعل اللي بيحصل له لما زود درجة الحرارة هيزداد معدل التفاعل الكيميائي بزيادة درجة الحرارة. بيقول لي: تعلم السباحة من الصفات نقط بينما فصيلة الدم من الصفات نقط. طبعا يا أولاد تعلم السباحة من الصفات المكتسبة بينما فصيلة الدم من الصفات الوراثية. ويعني ايه صفة مكتسبة ويعني ايه صفة وراثية؟ بنقول ان الصفات المكتسبة اللي هي الصفات غير القابلة للانتقال من جيل لآخر، طبعا منها تعلم السباحة، منها مهارة لعب كرة القدم، منها كمان تعلم اللغات الأجنبية، منها كمان تعلم المشي عند الأطفال. بينما الصفات الوراثية دي بنقول الصفات التي تنتقل من جيل لآخر أو من الآباء إلى الأبناء، منها طبعا فصيلة الدم ولون الجلد، ومنها كمان عدد الأصابع، وطبعا دي كلها بتعبر عن الصفات الوراثية. بعد كده يقول لك السؤال العاشر: يفرز هرمون نقط عندما ترتفع نسبة سكر الجلوكوز في الدم. طبعا هنا احنا عندنا هرمونين في حالة الموضوع السكر، عندنا هرمون الانسولين وعندنا هرمون الجلوكاجون. نشوف دلوقتي لما ترتفع نسبة سكر الجلوكوز في الدم يتم افراز هرمون الانسولين لتقليل نسبة السكر في الدم، وبالعكس صحيح. طبعا لو انخفضت نسبة السكر في الدم هرمون الجلوكاجون بينتج ليزيد من نسبة السكر في الدم. بيقول لي: يتفاعل البوتاسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ويتكون ملح نقط
ويتصاعد غاز نقط. طبعا اولاد ما ننساش ان التفاعل دوت من تفاعلات الاحلال البسيط. هنا طبعا احلال فلز محل هيدروجين الحمض المخفف. طبعا هنا لما تتم عمليه الاحلال البوتاسيوم هيحل محل الهيدروجين ويكون لنا ملح الحمض اللي هو كلوريد البوتاسيوم، وطبعا يتصاعد غاز الهيدروجين. وما تنساش اولاد ان غاز الهيدروجين يتصاعد بفرقعه طبعا عند تقريب شظيه مشتعله. بعد كده يا اولاد نكمل مع بعض السؤال رقم 12. في نباتات البازلاء يسود لون اللون الاخضر لنقط على اللون الاصفر، بينما يسود اللون الاصفر لنقط على اللون الاخضر. محتاجين طبعا نركز في السؤال ده كويس جدا، لان اللون الاخضر هنا للقرون على اللون الاصفر يعتبر اللون الاخضر هو السائد، بينما يسود لون الاصفر للبذور على اللون الاخضر. بيقول تتوقف طبيعه المتفاعلات على نقط، وطبعا نقط المتفاعلات المعرض للتفاعل. طبعا احنا كنا لسه بنقول ان سرعه التفاعل او معدل التفاعل الكيميائي بتتوقف على عده عوامل، منها طبيعه المواد المتفاعله. انا عندي في طبيعه المواد المتفاعله عندي عاملين، نوع الترابط بين الجزيئات، والجزء الثاني مساحه السطح المعرض للتفاعل. طبعا اولاد لما احب اتكلم على نوع الترابط بين الجزيئات، انا عندي المركبات في بينها يا اما روابط ايونيه يا اما روابط تساهميه. طبعا بنقول ان المركبات الايونيه التفاعل بتاعها بيكون اسرع من تفاعل المركبات التساهميه. بنقول لان المركبات الايونيه طبعا تتفكك في الماء الى ايونات، وبالتالي بيكون التفاعل بين الايونات بتبقى عمليه سهله. بينما المركبات التساهميه بنقول هنا يصعب تاينها، وبالتالي بيكون التفاعل بين الجزيئات وبعضها وطبعا بتتم ببطء شديد. يعني نيجي بقى للعامل الثاني، مساحه سطح المواد المتفاعله او المتفاعلات المعرض للتفاعل. بنقول هنا بزياده مساحه السطح المعرض للتفاعل بتزداد سرعه التفاعل الكيميائي. بعد كده يا ولاد السؤال رقم 14. يستخدم جهاز نقط لقياس المقاومة الكهربية في الدائرة، بينما يستخدم نقط لتغيير قيمة المقاومة. نركز كويس جدا، لقياس المقاومة طبعا جهاز الأوميتر، وما ننساش ان وحدة قياس المقاومة هي الأوم. وبينما يستخدم جهاز أريوستات، ممكن يطلق عليه أريوستات المنزلق، لتغيير قيمة المقاومة الكهربية. طبعا انت عارف ان احنا لو تحكمنا في ابعاد السلك زي الطول مثلا، فاقدر ان اقلل المقاومة او ازود المقاومة، وبالتالي اتحكم في فرق الجهد وشدة التيار، وده اللي بيقوم به الأريوستات المنزلق. بيقول لي الكروموسوم يتركب كيميائيا من حمض نووي يسمى نقط مرتبط مع نقط. طبعا اولاد بيسمى الدي ان ايه مرتبط مع البروتين. خدنا بعد كده ان الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه دوت بيتكون من وحدات اصغر منه اللي انا بسميها الجينات، والجينات بتتكون من وحدات اصغر منها بسميها النيوكليوتيدات. بعد كده يا ولاد زيادة إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة يؤدي إلى الإصابة به. طبعا هنشوف مع بعض كده، احنا اتكلمنا عن الغدة النخامية. الغدة النخامية دي بتفرز هرمون النمو في حالة البلوغ. طبعا لو زاد إفراز هرمون النمو ده يؤدي إلى حاجة اسمها العملاقة زي ما انت شايف كده، ولو قل إفراز هرمون النمو أثناء فترة البلوغ فيؤدي إلى القزامة. بيقول يتولد التيار الكهربي من الدينامو نتيجة تحويل الطاقة نقط إلى الطاقة نقط. طبعا لسه بنقول ان الدينامو او المولد الكهربي بيحول لنا الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. وما ننساش اولاد ان الدينامو او المولدات الكهربية عموما بتولد لنا تيار متردد، وطبعا التيارات المترددة طبعا من انسب التيارات اللي احنا بنستخدمها. عشان كده بيقول لي سؤال علل، يستخدم التيار او يفضل استخدام التيار المتردد. طبعا اولاد لان انا التيار المتردد اقدر انقله لمسافات طبعا قصيرة وطويلة عبر الأسلاك، وكمان يمكن تحويله إلى تيار مستمر. بعد كده يا أولاد تنتج الأعمدة الكهربية تيار نقط، بينما المولدات الكهربية تيار نقط. الأعمدة الكهربية قلنا زي البطارية تنتج تيارا مستمرا، بينما المولدات الكهربية تنتج تيارا مترددا. بيقول لي يحل المغنيسيوم محل النحاس في محاليل املاحه، ويتكون راسب لونه نقط من نقط. طبعا دي ايه؟ دي تفاعلات الاحلال برضو البسيط، ولكن هنا احلال فلز محل فلز اخر في محلول لاحد املاحه. طبعا احنا واضح كده ان المغنيسيوم بيسبق النحاس في متسلسله النشاط الكيميائي، بالتالي هيكون انشط منه ويحل محله. معنى كده ان النحاس هيطرد، وهو اللي هيبقى ايه؟ هيتكون راسب لونه احمر طبعا من ان ايه؟ النحاس. بعد كده يا ولاد السؤال الثاني معانا، اكتب المصطلح العلمي عملية كسر الروابط بين الجزيئات المتفاعلات
وتكوين روابط جديدة بين جزيئات النوادق. طبعا الموضوع ده السؤال ده مشهور جدا بيه في كل الامتحانات، هو طبعا تعريف التفاعل الكيميائي. المادة التي تفقد إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طبعا أولاد أنا عايزاكم بقى تركزوا، لأن أنا بتكلم هنا على تفاعلات الأكسدة والاختزال. هفكركم بتفاعل الأكسدة والاختزال، بقول أنا عندي نوعين من تفاعلات الأكسدة والاختزال، أكسدة واختزال حسب المفهوم التقليدي. لما أجي أقول أكسدة، طبعا زيادة نسبة الأكسجين في المادة أو نقص نسبة الهيدروجين. أما الاختزال هي عملية نقص نسبة الأكسجين وزيادة نسبة الهيدروجين. طب لما اجي اتكلم بقى على الاكسده والاختزال طبعا للمفهوم الالكتروني او اللي بنسميه المفهوم الحديث، هقول هنا عمليه فقد الالكترونات دي بنقول عليها عمليه اكسده طبعا، وهنا العامل اللي بيفقد يبقى بنقول عليه عامل مختزل زي الجمله اللي عندنا. بينما يا اولاد عمليه اكتساب الالكترونات دي بنقول عليها عمليه اختزال، والعامل اللي بيكتسب بنقول عليه عامل مؤكسد. بعد كده يا اولاد، إذا اختلف فردان نقيان في زوج من الصفات الوراثية المتضادة فإنهما ينتجان بعد تزاوجهما جيلا به صفة أحد الفردين فقط وهي السائدة، ثم تورث الصفتين معا في الجيل الثاني بنسبة 3:1. طبعا هو هنا لازم نركز مع بعض، لأن هو لو قالك إذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من الصفات المتضادة فإحنا كده بنتكلم على قانون مندل الأول، لكن إذا قال لو قالك إذا اختلف فردان نقيان في زوجان أو أكثر من الصفات الوراثية المتضادة فبنتكلم كده على قانون مندل الثاني. طبعا هنا اللي معنا قانون مندل الاول، لان هو قال لي في الاول اذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من الصفات المتضاده. طبعا قانون مندل الاول بيسمى قانون انعزال العوامل، ولو قالك في الامتحان علل هتقوله كده لانعزال عاملي الصفه اثناء تكون مين الامشاج. اعضاء تفرز الهرمونات وتصبها في مجرى الدم مباشره. طبعا يا اولاد ديت بنسميها ايه؟ بنسميها الغدد الصماء او الغدد اللاقنويه. طبعا الغدد الصماء او الغدد اللاقنويه بنقول عليها كده لانها طبعا بتصب افرازاتها من الهرمونات في الدم مباشره. طب لو جالي السؤال وقال لي علل تسميه الغدد الصماء بهذا الاسم، او علل تصب الغدد الصماء افرازاتها من الهرمونات في الدم مباشره، هقول لان الغدد او الخلايا المستهدفه تكون بعيده عن موضع او موقع الغده الصماء. طبعا الدم هو السبيل الوحيد لتوصيل الهرمونات ديت للخلايا المستهدفة. سؤال رقم 5 يا ولاد، التغير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة في وحدة الزمن. طبعا ده سؤال مشهور جدا، هو سرعة التفاعل الكيميائي. طبعا ما تنساش العوامل التي تؤدي إلى زيادة أو نقص سرعة التفاعل الكيميائي، ما تنساش برضو العامل حفاز المادة اللي بنضيف على التفاعل عشان تغير من سرعة التفاعل دون أن تتغير. ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. طبعا دي يا اولاد متسلسلة النشاط الكيميائي، وياريت الناس ما تنساش تحفظ المتسلسلة اللي موجودة علينا في المنهج، لان انا بحتاجها في حاجات كتير، لان انا بحتاجها لو انا عايز اعرف العنصر ده يحل محل العنصر دوت ولا لا الامكانية، لانه طبعا وارد ان هو يجيب لي سؤال او معادلة مش من اللي انا خدتها في المنهج، فلازم يا اولاد نراجع قوي متسلسلة النشاط الكيميائي ونحفظها. بعد كده يا ولاد، تتناسب شدة التيار الكهربي المار في موصل ما تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة. طبعا ده سؤال برضو مهم جدا عندنا وبيجي في معظم الامتحانات. طبعا احنا هنا بنقول ده قانون اوم. قانون اوم احنا اتفقنا ان هو عبارة عن قانون بيوضح لي العلاقة ما بين المقاومة وفرق الجهد وشدة التيار الموجودين فين في الدايرة، وهو احنا هنا بنقول ان المقاومة بتؤثر على فرق الجهد وشدة التيار، لكن العكس ما يحصلش، ما ينفعش فرق الجهد وشدة التيار يأثروا على قيمة مين المقاومة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تزود او تقلل المقاومة في الدايرة هي ابعاد السلك، او زي ما بنقول تاني طول السلك. بيقول لي كمية الشحنة الكهربية المتدفقة خلال مقطع من موصل في زمن قدره ثانية واحدة. طبعا هنا كمية الشحنة الكهربية بنقول عليها شدة التيار الكهربي. طبعا أولاد شدة التيار الكهربي لو أنا عايز أقول القانون هقول شدة التيار الكهربي أو ت بتساوي كاف على زين، اللي هي كمية الكهربية على الزمن. طبعا ما ننساش الوحدة بتاعة شدة التيار، أنا عندي وحدة ووحدة مكافأة، عندي شدة التيار يقاس به وحدة الأمبير، طبعا الوحدة المكافأة اللي هي كولوم لكل ثانية.
رقم 9 الممانعة التي يلقاها التيار أثناء السرايين في موصل أو أثناء مروره في الموصل، طبعا ده بنسميه المقاومة الكهربية. وما تنساش ان احنا عندنا في المنهج تعريفين للمقاومة، المقاومة زي ما احنا شايفين كده هو الممانعة التي يلقاها التيار أثناء المرور في الموصل. طب التعريف التاني بتيجي من قانون المقاومة نفسه بتاع قانون أوم اللي هو ميم بتساوي جيم على تي، هنقولها ايه؟ ان المقاومة هي النسبة ما بين فرق الجهد بين طرفي الموصل إلى شدة التيار المار في هذا الموصل. بيقول لي تفاعل الحمض مع القلوي لتكوين ملح وماء، طبعا ده أشهر تفاعل عندنا اللي بنسميه تفاعل التعادل. طبعا تفاعل التعادل زي ما انت شايف هو تعادل حمض مع قلوي بيدينا ملح وماء. السؤال الثالث بعد كده يا ولاد، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين قوسين. عند رفع درجة حرارة التفاعل الكيميائي يزداد معدل التفاعل لزيادة نقط. أول حاجة مساحة السطح المعرض للتفاعل، عدد الجزيئات، تركيز المتفاعلات، عدد الصدمات المحتملة بين الجزيئات. طبعا هنا لو جينا اتكلمنا هنقول ايه؟ عند رفع درجة الحرارة بتزداد طاقة حركة الجزيئات، فبالتالي ده يؤدي الى زيادة عدد الصدمات المحتملة بين الجزيئات مما يؤدي لزيادة سرعة التفاعل الكيميائي. بيقول لي عند تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة يتكون راسب. طبعا اولاد لو انا عايزة افكركم بالنوع ده من انواع التفاعلات، دي من تفاعلات الاحلال المزدوج، طبعا هنا اللي هي محاليل الاملاح، واحنا عارفين ان شرط اساسي في تفاعلات محاليل الاملاح مع بعضها تكوين راسب. طب يا ترى بقى في التفاعل دوت الراسب هيكون ايه؟ ايوه انا سمع حد بيقول يا ميس هو راسب ابيض وكمان من كلوريد الفضة. بعد كده يا ولاد، في العمود الكهربي تتحول الطاقة نقط إلى طاقة كهربية. طبعا هل طاقة مغناطيسية ولا طاقة حركية ولا طاقة كيميائية؟ ما تتلخبطش في الامتحان ولازم تقرا كويس، لأن لو حد قرا السؤال ده بسرعة ممكن يختار الطاقة الحركية، لكن بالفعل الإجابة الصحيحة هي الطاقة مين؟ الكيميائية إلى طاقة كهربية، لكن الطاقة الحركية كانت في المولدات زي الدينامو. بيقول لي تتغير قيمة مقاومة موصل كهربي في دائرة كهربية عند تغيير. السؤال ده مهم جدا وخد بالك وما تتلخبطش. هو طبعا هنا حاطط لك كذا حاجة. طبعا اولاد اللي هيأثر على قيمة المقاومة هو طول السلك. انا عندي علاقة طردية ما بين طول السلك وقيمة المقاومة، كلما ازداد طول السلك كلما ازدادت المقاومة، وكلما قل طول السلك كلما قلت المقاومة، وبالتالي بعد بقى زيادة أو نقص المقاومة هتبتدي تأثر على شدة التيار وكمان على فرق الجهد. بعد كده يا ولاد، أزهار نبات البازلاء تلقح نقط. طبعا احنا كنا خدنا قبل كده في تاني اعدادي ان نبات البازلاء هو نبات خنثى، يعني ايه؟ اعضاء المذكره والمؤنثه موجودين في نفس المكان. هل هي بقى كده ذاتيا ولا خلطيا ولا صناعيا؟ طبعا احنا لو جينا شفنا هنلاقي ان هي ممكن ذاتيا المتك والميسم مع بعض، ممكن خلطيا عن طريق الرياح او عن طريق الحشرات، وممكن الانسان يعمل تلقيح زي ما مندل عمل. فاحنا هنا ممكن نختار جميع ما سبق. بيقول لي يعد تفاعل غاز الهيدروجين مع اكسيد النحاس الساخن تفاعل ايه؟ نشوف كده الاختيارات، يا ترى تفاعل تعادل ولا احلال مزدوج ولا احلال بسيط ولا اكسده واختزال، او طبعا ده تفاعل اكسده واختزال. طبعا لو انا خدت بالي من التفاعل دوت وعايز ابتدي اتكلم بقى ايه اللي حصل لاكسيد النحاس، طبعا اكسيد النحاس هنا هتحصل له عمليه اختزال وهيخرج لي النحاس الاحمر، اما الهيدروجين هتحصل له عمليه اكسده ويطلع لي على هيئه بخار ماء او ماء، هتبقى هنا حصلت له عمليه اكسده. لو جينا اتكلمنا على غاز الهيدروجين هنقول ان هو في الحاله ديت عامل مختزل، اما اكسيد النحاس فهو عامل مؤكسد. العامل المؤكسد هو المادة التي نقط أثناء التفاعل الكيميائي. خلي بالنا عشان الأسئلة بتاعت عامل المؤكسد والمختزل بتلخبط. قبل ما أقول الاختيارات لازم تكون عارف إن العامل المؤكسد ده حصل له عملية اختزال، عملية العامل المؤكسد عكس العملية عكس اسمه، عملية مين؟ الاختزال. نشوف كده مع بعض، هل العامل المؤكسد دوت اللي حصل له عملية اختزال هل تنتزع الهيدروجين، هو المادة اللي تنتزع الهيدروجين، ولا تكتسب إلكترون أو أكثر، ولا تمنح الاكسجين، ولا جميع ما سبق؟ نمسك الاختيارات اللي عندنا كده ونشوف. الماده التي تمنح الاكسجين يبقى ديت زي اكسيد النحاس مثلا، فده كده عامل مؤكسد. الماده التي تكتسب الالكترون كده حصل لها مين؟ عمليه مين؟ اختزال، فهي برضو تعتبر عامل مؤكسد. وتنتزع الهيدروجين دي تعتبر عامل مين؟ مؤكسد. يبقى هنا هنقوله جميع ما سبق.
نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. بيقول لي تفاعل برودة الحديد مع حمض الهيدروكلوريك أسرع من تفاعل قطعة حديد مساوية لها في الكتلة مع نفس كمية الحمض. طبعا أولاد ما تنسوش بقى هنا أن ديت من عوامل زيادة طبعا أو العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي. هو هنا بيتكلم على برودة الحديد وكمان قطعة الحديد. أنا كده كده مستخدم نفس الكمية وليها نفس المادة وليها نفس كمان الكتلة. الفرق بس ان انا زودت مساحة السطح في حالة برودة الحديد. احنا عارفين ان انا عندي هنا علاقة طردية ما بين زيادة مساحة السطح وكمان زيادة سرعة التفاعل الكيميائي. كل ما زود مساحة السطح المعرض للتفاعل كل ما سرعة التفاعل هتزيد. عشان كده بقى انا هقول هنا ان التفاعل بتاع البرودة هيكون اسرع لزيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل. رقم 9 يا ولاد، عند احلال المغنيسيوم اللي هو ام جي محل النحاس اللي هو سيو في محاليل احد املحه زي ما خدنا من شويه كده ان الام جي زائد السيو اس او 4 اللي هو كبريتات النحاس الازرق يتكون رسب، هل اسود ولا اخضر او احمر ولا ازرق؟ طبعا ثابت عندنا في المنهج بتاعنا ان النحاس دايما لما بيكون رسب بيكون لونه احمر. بيقول لي السؤال الخلايا المستهدفة هي الخلايا نقط. طبعا انا خدت الخلايا المستهدفة فين؟ في الغدد الصماء والهرمونات. بقول الخلية المستهدفة هي الخلايا التي يؤثر فيها الهرمون دون غيرها، وغالبا طبعا بيكون موقعها بعيد عن الموضع بتاع الغدة. عشان كده بنقول ان الخلايا المستهدفة هي التي تتأثر بالهرمون طبعا دون غيرها. دائرة كهربية تحتوي على 4 اعمدة متصلة معا على التوازي، قوة الدفع الكهربائي لكل واحدة 3. قبل ما اكمل قراءة السؤال لازم تفهم ان التوصيل على التوازي والتلاتة مع بعض يديك قيمة قوة دفع كهربائي لعمود واحد، فبالتالي التلات اعمدة هنا او الاربع اعمدة هنا مع بعض هيديني برضو كام؟ 3 فولت. والمقاومة مقدارها 6 اوم، يبقى انا كده عندي جيم بيساوي 3 فولت وعندي ميم المقاومة بتساوي 6 اوم، فاحنا عايزين نجيبوا شدة مين؟ التيار. القانون عندي كان بيقول ايه؟ ميم تساوي جيم على ت، وبالتالي ت بتساوي جيم على ميم، فانا هقسم الجيم اللي هي 3 على ميم اللي هي كام؟ 6، فطبعا الناتج يطلع عندي 3 على 6 5/10. بيقول لي العامل الحفاز ماده تزيد من سرعه التفاعل لانه، طبعا يا اولاد احنا خدنا العامل الحفاز ده طبعا من العوامل المؤثره على سرعه التفاعل الكيميائي. وطبعا احنا عندنا خدنا نوعين من عوامل الحفز، انا عندي عامل حفز موجب ودوت اللي بيزود لي من سرعه التفاعل الكيميائي، زي طبعا كده ثاني اكسيد المنجنيز اللي انا بستخدمه في تفكك فوق اكسيد الهيدروجين، وعندي عامل حفاز بنقول عليه سالب ودي الماده اللي بتقلل لي من سرعه التفاعل الكيميائي. طب انا لما كنت بتكلم بقى على خصائص العامل الحفاز قال لي خصائص العامل الحفاز، طبعا لو قرينا كده الاختيارات هو بيقلل من الطاقة اللازمة للتفاعل، كمان بيرتبط بالمتفاعلات ثم ينفصل عنها لتكوين النواتج، طبعا لا يحدث له أي تغير كيميائي أثناء التفاعل الكيميائي. معنى كده أولاد أنا هختار كمان جميع ما سبق. وطبعا لو كنت عايز أكمل بقية الخصائص بتاعة العامل الحفاز هنقول إن هو طبعا تكفي كمية صغيرة منه لإتمام التفاعل الكيميائي، وكمان حاجة كمان هو لا يتحكم في بدء أو نهاية التفاعل الكيميائي، يعني بدون وجوده أو مع وجوده التفاعل كده كده بيبتدي وكمان بينتهي، ولكن هو بيعمل إيه؟ هو بس بيزود من سرعة التفاعل الكيميائي. للنشاط الإشعاعي تأثيرات وراثية تؤدي إلى تغير في تركيب نخاع العظام، هيموجلوبين الدم، الكروموسومات، الطحال. في ولد شاطر قال لي مستر طالما قال وراثية في الامتحان يبقى هو أكيد هنا هيتكلم على مين؟ على الكروموسومات. بيقول لي تفرز او تفرز نقط هرمون يسهل عملية الولادة. نفتكر مع بعض ده كان مين اللي بيتحكم في الهرمون دوت؟ الغدة النخامية. طب احنا لو اتكلمنا عن الغدة النخامية بشيء من التفصيل هقول يا ولاد ان الغدة النخامية انا بسميها سيدة الغدد الصماء او بقول عليها الغدة الرئيسية. طبعا لو السؤال ده جاي لعلل ليه بتسمى الغدة النخامية بسيدة الغدد او بالغدة الرئيسية هقول طبعا لانها بتفرز هرمونات بتنشط تمام معظم الغدد الصماء الاخرى، ومنها طبعا بتفرز كمان هرمون النمو وبتفرز هرمون بيسهل عملية الولادة وتنظيم كمية الماء في الجسم، وطبعا بتنشط لنا الغدة الكظرية والغدد التناسلية وكمان الغدد الدرقية. يكون عامل الصفة الوراثية متشابهان في الفرد نقط. هنشوف مع بعض هل الفرد النقي
الهجين المتناهي. حد يقول لي مستر طب ما تفكرني يعني ايه متشابهان في الفرد؟ يعني الشخص دوت واخد جين تي كابيتال من الاب وتي كابيتال من الام، او جين تي كابيتال تي سمول من الاب وتي سمول من الام، فبالتالي دوت بنسميه الفرد النقي. نشوف مع بعض اولاد سؤال علل. بيقول لي تصاعد فقاعات غازيه عند وضع شريط الومنيوم في حمض الهيدروكلوريك المخفف. طبعا انا بتكلم هنا بقى على تفاعل ايه مع ايه. بتفاعل هنا فلز طبعا مع هيدروجين الحمض المخفف. طبعا هقول حصل هنا تفاعل وتصاعدت فقاعات غازيه من غاز الهيدروجين، لان الالومنيوم يسبق الهيدروجين في متسلسله النشاط الكيميائي، وبالتالي هيكون انشط منه ويحل محله ويتصاعد غاز الهيدروجين طبعا تبعا للمعادله اللي عندنا 2 Al اللي هو طبعا الالومنيوم زائد 6 HCl حمض هيدروكلوريك المخفف، هينتج عندنا كلوريد الالومنيوم 2AlCl3 زائد 3H2. طبعا يا اولاد عايزه افكركم بحاجه، احنا لما خدنا التفاعل دوت انا كنت عندي 3 انابيب، والثلاث انابيب بيحتوي على حمض الهيدروكلوريك المخفف، انبوبه منهم كنت حاطه فيها الخرسين، والانبوبه الثانيه كنت حاطه فيها قطعه الومنيوم، والثالثه كنت حاطط فيها النحاس. حد يفكرني كان ايه اللي بيحصل مبدئيا كده؟ الانبوبه اللي كان فيها النحاس طبعا ما حصلش فيها اي تفاعل. طب وبدايه التفاعل احنا لاحظنا ان الانبوبه اللي كانت تحتوي على الخرسين التفاعل فيها ابتدى الاول. طب واحد هيسالني ميس هو مش الالومنيوم كان بيسبق الخرسين في متسلسله النشاط الكيميائي؟ يعني معنى كده التباعد بينه وبين الهيدروجين اكتر، وكل ما يزداد التباعد بين العناصر وبعضها في المتسلسله كل ما يكون شده التفاعل اسرع او اكتر. ولكن في حالة الألومنيوم طبعا احنا عارفين ان الألومنيوم بيكون مغطى بطبقة اللي انا بسميها الصدى اللي هي اكسيد الألومنيوم، طبعا ديت بتاخد فترة على ما الطبقة دي تتآكل ويبتدي يحصل تفاعل ما بين الحمض والفلز نفسه اللي هو فلز الألومنيوم. بعد كده يا ولاد عدم حفظ محلول نترات الفضة في اواني من الالومنيوم. طبعا الجزء ده مهم برضو لان احنا هنا بنعتمد فيه على متسلسلة النشاط الكيميائي. مفروض ان احنا عارفين ان الالومنيوم اكثر نشاطا من مين؟ من الفضة. تخيل معايا كده عندنا طبق فيه مادة نترات الفضة والطبق نفسه من الالومنيوم، ايه اللي هيحصل؟ كل جزيئات الالومنيوم هتتسابق ان هي تحل محل مين؟ الفضة. وبالتالي كل ما جزيء يسيب مكانه يسيب مكانه يسيب مكانه ده يؤدي الى حدوث ثقب في الاناء. طبعا هنا هقول كده لان الالومنيوم يسبق الفضة في متسلسلة النشاط الكيميائي حيث انه اكثر منه نشاطا، فيحل محل الفضة، الالومنيوم هيحل محل الفضة مما يؤدي الى تآكل اواني الحفظ. بيقول لي طبعا الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان يعني تحدثان في نفس الوقت. طبعا اولاد لو ان انا لو حبيت افسرها حسب التفسير او المفهوم الالكتروني هقول ان عدد الالكترونات المكتسبه في عمليه الاختزال بيساوي تماما عدد الالكترونات المفقوده في عمليه الاكسده، زي ما حصل كده في تفاعل الكلور مع الصوديوم لتكوين كلوريد الصوديوم. طبعا انت عندك الصوديوم لما اجي اوزعه طبعا انا عندي الان ايه 11 هوزعه 2 8 1. طبعا احنا عارفين ان الفلزات بتميل الى فقد الكترونات مستوى طاقتها الخارجي، يبقى الصوديوم هيفقد الالكترون اللي عنده وتحول لايون موجب. نيجي بقى للكلور هو Cl17 لما اجي اوزعه هيبقى 2 8 7 محتاج الكترون، يبقى الالكترون اللي هيفقده الصوديوم هو اللي هيكتسبه مين؟ اللي هيكتسبه الكلور. وبالتالي هنقول ان لازم تتم عملية اكسدة وكمان معها عملية اختزال، لان عدد الالكترونات المكتسبة بيساوي عدد الالكترونات المفقودة. يفضل استخدام النيكل المجزأ فيها درجة الزيوت بدلا من قطع النيكل. طبعا كنا اتكلمنا مبدئيا عن الجزء دوت قلنا ان ده اسمه مساحة السطح المعرض للتفاعل. طبعا احنا قلنا كل ما تزداد مساحة السطح المعرض للتفاعل كلما تزداد سرعة التفاعل الكيميائي. انت قارن كده وشوف هل النيكل المجزأ القطعة الصغيرة احسن ولا قطعة النيكل الكبيرة؟ طبعا النيكل المجزأ. هجاوب على السؤال دوت بقى اقول ايه؟ هقول كده لان مساحة السطح المعرض للتفاعل في حالة النيكل المجزأ أكبر مما في حالة قطع النيكل، وسرعة التفاعل الكيميائي تزداد بزيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل، أو احنا بنقول عليه تتناسب طرديا مع زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل.
بيقول لي ظهور لون فضي عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر، أو ده من تفاعلات بقى الانحلال الحراري. طبعا هنا ايه اللي هيحصل؟ قال لي لما هبتدي اسخن اكسيد الزئبق الاحمر هيبتدي ينحل بالحراره الى الماده اللي لونها فضي اللي هو الزئبق، ويتصاعد طبعا غاز الاكسجين اللي بكشف عنه بتقريب شظيه مشتعله بيزداد توهجها. طبعا طبعا للمعادله 2HG هتدينا هنا طبعا سهم عليه حرارة هيدينا 2HG اللي هو الزئبق، وكمان هتصاعد غاز الأكسجين O2. بعد كده يا ولاد انتقال الشحنات الكهربائية من موصل مشحون إلى موصل آخر مشحون. احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان الكهرباء زي الحرارة، عشان تنتقل الحرارة لازم يكون في فرق في درجات الحرارة بين الجسمين. نفس القصة برضو يا مستر، عشان تنتقل الشحنات الكهربائية لابد من وجود فرق في الجهد بينهما عشان تنتقل الشحنات من القطب الأعلى في الجهد إلى القطب الأقل في الجهد الكهربي. بيقول لي هنا يستخدم الريوستات المنزلق او المقاومه المتغيره في بعض الدوائر الكهربائيه. طبعا احنا قلنا ان الريوستات المنزلق او بنسميها مقاومه متغيره هي اصلا بتغير لي قيمه المقاومه، طب وبالتالي اللي بتتحكم في شده التيار، وبالتالي كمان هتتحكم في فرق الجهد الايه الكهربي. يبقى انا بستخدم الريوستات اولا، يعني لو جات لك اختيارات او جات لك جمله صح او غلط خد بالك انا بستخدمها في ان انا اغير المقاومه، مش اقيس المقاومه لا اغيرها، وبالتالي هتحكم في شده التيار وفرق الجهد. ناخد بعد كده يا ولاد الجزء بتاع المسائل. احسب مقدار الشغل المبذول، وانت عارف ان الشغل رمزه شين غين. لامرأة شحنة كهربية مقدارها 10 كولوم، يعني كاف تساوي 10 كولوم، عبر مقطع من موصل مقاومته ميم 100 اوم، ويمر به تيار شدته 2 امبير. مبدئيا كده عشان نحل المسألة دي يا ولاد لازم نجيب فرق الجهد. طب يا مستر نجيبه ازاي؟ نجيبه من عند قانون اوم. افتكر معايا قانون اوم، ميم كانت بتساوي جيم على تي، فانا عايزين نجيبه جيم، جيم تساوي ميم في تي. نبص كده مع بعض، عندك المقاومه في المساله ب 100 اوم في 2 اللي هو شده مين التيار، فهنا يطلع لي فرق الجهد كام؟ ب 200 فولت. طيب احنا كده جبنا مستر مين فرق الجهد. طيب محتاجين نجيب بعد كده الشغل. نفتكر مع بعض قانون فرق الجهد، فرق الجهد كان بيساوي الشغل على كميه مين الكهربيه. يبقى عشان نجيب يا مستر الشغل المبذول لازم نضرب فرق الجهد في كميه مين الكهربيه. ولد شاطر يقول لي ايوه يا مستر احنا جبنا فرق الجهد ب 200 عشان كده هنضربه في 10 اللي هي قيمه كميه الكهربيه بالكولوم، يطلع لي 200 في 10 ب 2000 جول، والشغل ما تنساش ان هو يقاس بالجول. نيجي بقى طبعا للمسائل بتاعة الأعمدة الكهربية، مسألة مهمة ركز. هو ممكن يجيب لي مسألة أنا أرسمها، وممكن يجيب لي مسألة مرسومة ويطلب مني إيجاد قوة دفع كهربية للبطارية. اقرأ المسألة بعناية وافهم منها المطلوب. بيقول لي ثلاث أعمدة كهربية قاف دال كاف، يعني القوة الدفع الكهربية لكل منها 3 فولت، وضح بالرسم فقط كيفية توصيلهم معا لتحصل على بطارية القوة الدفع الكهربية لها، طالبها مرة 9 فولت وطالبها مرة 6 فولت. بصوا مبدئيا كده، وانا لما يكون عندي عدد من الاعمدة وعندي القوة الدفع الكهربية المفروض ان انا بفهم نفسي كده، لو اداني قيمة القوة الدفع الكهربية للعمود الواحد يبقى انا هوصل كل الاعمدة بتاعتي على التوازي. طب لو اداني المجموع بتاعهم او حاصل ضرب عددهم في القوة الدفع الكهربية للعمود الواحد يبقى انا كده هوصلهم كلهم على التوالي. لما يكون بقى عندي قيمة بين اللي هي قيمة العمود الواحد أو قوة دفع كهربية للعمود الواحد أو مجموع قيم القوة الدفع الكهربية للأعمدة يبقى أنا كده هعمل إيه تقسيمة؟ هوصل مجموعة منها على التوالي ومجموعة منها على التوازي. طب هو دلوقتي عندي إيه؟ أنا عندي 3 أعمدة. طالب مني إيه أول حاجة؟ محتاج قوة دفع كهربية للبطارية 9 فولت. ده اللي أنا لسه قايلاه، أنا عندي 3 أعمدة، القوة الدفع الكهربية للعمود الواحد 3 فولت، يبقى انا هقول 3 في 3 تدينا 9، يبقى انا كده هوصل الثلاث اعمدة على التوالي زي ما انت شايف في الرسمة الاولى. طب انا دلوقتي لو عايز 6 فولت يبقى انا هنا هعمل عملية تقسيم. بما اني عندي 3 اعمدة هبتدي اوصل عمودين على التوازي، هحصل منهم على قوة دفع كهربية مقدارها 3 فولت، وهوصل للعمود الثالث على التوالي معاهم، يبقى انا كده عندي 3 و3 تديني 6 فولت. انا مش مطلب مني غير الرسم بس يا ولاد. وضح على اسس وراثيه صفات الجيل الناتج من تزاوج نباتين احدهما احمر الازهار نقي تي كابيتال تي كابيتال، والاخر ابيض الازهار
تي سمول تي سمول. هنتكلم على الرموز ونشوف هو حضرتك ليه قلت تي كابيتال. طب ما انا ممكن اختار حرف الار، ممكن اختار حرف الاي، ما عنديش اي مشكله خالص. نشوف كده مع بعض المساله بتاعتنا. نبات احمر الازهار نقي سائد، ده عند الاباء رمزه ار كابيتال، ار كابيتال. هيحدث ما بينهم تزاوج، طبعا لازم تكتب حرف الاكس. ار سمول ار سمول، ده نباتات بيضاء الازهار، طبعا ديت لازم تكون ذات جينين ار سمول ار سمول عشان تطلع لك نقيه ومتنحيه في نفس التوقيت. طبعا بتنعزل العوامل في المرحله بتاعت الجاميتات زي ما انت شايف كده، ان الار كابيتال ده بيتجه لمشيج والار كابيتال الثانيه يتجه مشيج، ار سمول يروح لبويضه وار سمول مثلا يروح لبويضه. بعد كده يحصل ما بينهم احتمالات التزاوج. نبص كده مع بعض، ار كابيتال مع ار سمول يديني ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال مع ار سمول يديني مره كمان ار كابيتال ار سمول. ناخد الجين الثاني، ار كابيتال ار سمول يديني ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول يديني ار كابيتال ار سمول. نبص كده مع بعض، لو اجتمع جين سائد مع جين متنحي تديني صفه سائده اللي هي احمر الازهار، احمر الازهار احمر الازهار احمر الازهار. ولا شاطر يقول لي يا مستر يعني كده النسبه بتاعتنا 100% نباتات احمر الازهار. وطبعا بص عليها كده هتلاقيها كلها هجين، ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول وار كابيتال ار سمول. بيقول لي من الشكل المقابل طالب مني سؤال، بيقول لي ما اسم الهرمون المفرز من الغدة اللي موجودة بالشكل المقابل، وكمان بيقول لي متى يزداد الإفراز الهرموني لهذه الغدة وما اسم هذه الغدة. ده بقى بيقول لنا ايه، ننتبه كويس قوي للمجموعة بتاعة الغدد الصماء اللي احنا درسناهم، يعني انا مش هكتفي ان انا اعرفهم بس، لا كمان ابقى عارف شكلهم وابقى عارف كل واحد فيهم موجود فين. طبعا الغدة ديت طبعا واضح طبعا ان دي الغدة الكظرية موجودة هي اعلى الكلية. طب هو بيسأل بقى يا ترى الغدة بقى ديت بتفرز هرمون ايه؟ طبعا هنقول ان الهرمون اللي بيتم افرازه هو هرمون الادرينالين. طب بيقول لي ومتى يزداد الافراز الهرموني لهذه الغدة؟ قال لي طبعا في حالات الطوارئ زي الانفعال زي الخوف زي الغضب. طبعا اسم الغدة احنا لسه قايلينها دي الغدة الايه الكظرية. اكتب ما تدل عليه كل عبارة من العبارات الاتية. النبات الذي اختاره مندل لاجراء تجاربه في علم الوراثة، طبعا اختار نبات البازلاء. وطبعا انت عارف ممكن سؤال مهم جدا يجي لك ويقول لك ايه، علل اختيار مندل نبات البازلاء. اول حاجه سهل الزراعه، تاني حاجه سريع النمو، بعد كده يا ولاد قصر دوره حياته، بعد كده سهل التلقيح الذاتي وسهل التلقيح الخلطي الصناعي بواسطه الانسان، بعد كده يا ولاد ينتج عدد كبير من الافراد في الجيل الواحد، اخر خاصيه عندنا تعدد اصناف النبات التي تحتوي على ازواج من الصفات المتضاده. وسؤال مهم جدا ولازم تكون عارف كويس جدا الست خصائص او سبع خصائص اللي على اساسهم اختار مندل نبات البازلاء. بيقول لي الجهاز الذي يستخدم في تحويل الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه. طبعا اولاد طاقه حركيه وطاقه كهربيه، يبقى انا كده بتكلم على المولد الكهربي او الدينامو، وده طبعا بيدينا طاقه او بيدينا تيار متردد. بعد كده يا اولاد العالمان اللذان وضحا اليه عمل الجين، طبعا بيدوا لوتاتهم. ما تنساش ان اليه عمل الجين ان كل جين بينتج انزيم والانزيمات ما بينها بيحصل تفاعل كيميائي بينتج بروتين، من البروتين ده بتظهر صفه وراثيه معينه. ما ننساش العالمان واتسون وكريك اللي هم ادوا اللي هم تخيلوا او وضعوا نموذج للحمض النووي دي ان ايه على هيئه شريطين ملتفين حول بعضهما يشبهان الحلزون المزدوج. وجينا دلوقتي يا اولاد للامتحان، ده اختبار لحضرتك تبتدي تحله كده معانا وتشوف كده مدى فهمك للماده ومدى حفظك ليها. تعالوا بينا نحله مع بعض يا اولاد. اول حاجه بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الاتيه. رقم واحد يستخدم جهاز نقط لقياس شده التيار الكهربي. سمع ولد بيقول لي جهاز الاميتر، وطبعا بيوصل على التوالي وبيقيس او بنستخدم وحدة الامبير. تاني حاجة يا اولاد هرمون نقط يحفز اعضاء الجسم للاستجابة في حالات الطوارئ، اتكلمنا عليه من شوية بالفعل هرمون الادرينالين. بيقول لي في تفاعل H2 زائد CuO سهم طبعا عليه حرارة اللي هو اكسيد النحاس الاسود الساخن، هيدينا H2O زائد Cu اللي هيترسب على هيئة اللون الاحمر النحاس الاحمر. هو هنا طبعا بيسألني بيقول لي حدث لأكسيد النحاس عملية. طبعا أكسيد النحاس هو ماله، هو هنا بيمنح الأكسجين ويتم انتزاع منه الأكسجين، يبقى هو دلوقتي حصلت له عملية اختزال وهو عامل مؤكسد. خد بالك في الأكسدة والاختزال، اقرأ الأسئلة بعناية.
التركيب الجيني لنبات بازلاء بذور مجعدة. طبعا انت عارف مفروض ومذاكر كويس ان بذور المجعدة ديت من الصفات المتنحية صفراء، ودي كده من الصفات السائدة. فطبعا هنا يا مستر يقول لي صفة سائدة هتبقى واي كابيتال، واي كابيتال. طيب مع صفة متنحية هتكون اس سمول اس سمول، فبالتالي هنختار واي كابيتال، واي كابيتال، اس سمول اس سمول. بيقول لي هنا المادة التي تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون ان تتغير تسمى العامل، طبعا بنسميها العامل الحفاز. بعد كده ما المقصود بكل من سرعة التفاعل الكيميائي؟ طبعا احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هي التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في وحدة الزمن. بيقول لي برضو ما المقصود بكل من الجهد الكهربي للموصل؟ بقول الجهد الكهربي هي الحالة الكهربية للموصل التي تبين اتجاه انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر. طبعا احنا عارفين الموصل ذو الجهد العالي بيتم انتقال الكهربية منه، أما الموصل ذو الجهد المنخفض بتنتقل الكهربية إليه، ودي تعريف الجهد الكهربي للموصل. بعد كده يا ولاد اذكر وظيفة كل من انزيم الاكسيدايز في البطاطا، اتكلمنا عليه طبعا، هنقول كده يعمل كعامل حفاز يزيد من سرعة تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى اكسجين ومية. ما تنساش المعادلة ديت 2H2O2 سام عليه عامل حفاز او انزيم الاكسيدايز هيديني 2H2O زائد O2 اللي هما المية والاكسجين. بيقول لي اذكر وظيفة هرمون النمو في الانسان، طبعا هرمون النمو بيضبط او طبعا بينسق عملية نمو العضلات والعظام والاعضاء المختلفة في جسم الانسان، وما تنساش طبعا بيتم افراز هرمون النمو من الغدة النخامية. صوب ما تحتوي خط، عندما يتوقف البنكرياس عن افراز هرمون الانسولين تقل نسبة سكر الجلوكوز في الدم. احنا خدنا ان هرمون الانسولين بيقلل من نسبة السكر، طب لو البنكرياس توقف عن افراز الانسولين طبعا هتزداد نسبة السكر فين؟ في الدم. بيقول لي تؤدي زيادة افراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة الى، طبعا زيادة افراز هرمون النمو يؤدي الى مرض طبعا او مشكلة اللي هي بنسميها العملاقة، حيث يتعدى طول الشخص المترين. الدينمو يحول الطاقة نقط إلى طاقة كهربية، طبعا هنا بيحول الطاقة الحركية أو بنسميها ساعات الطاقة الميكانيكية. يعرف القانون الثاني لمندل بقانون انعزال العوامل، طبعا القانون الثاني لمندل بسميه التوزيع الحر للعوامل. طبعا انت عارف يعني ايه توزيع حر؟ يعني كل صفة بتبتدي تتوزع منفصلة عن الأخرى، زي التجربة اللي عملها مندل واكتشف ان كل عامل بيتوزع او كل صفة بتتوزع مستقلة عن الاخر، وطبعا بتدينا نتيجة في الجيل الثاني نفس النتيجة بتظهر 3 سائد إلى 1 متنحي. اذكر الكمية الفيزيائية التي تقاس بكل من الوحدات الاتية جول لكل كولوم. احنا كنا اتكلمنا من شوية ان في حاجة اسمها وحدات مكافأة. احنا مستر هنا لما نتكلم على الجول ده الشغل، وكولوم اللي هي كمية الكهربية، يبقى انا لما اقسم الشغل على كمية الكهربية بالفعل هيديني مين؟ فرق الجهد. السؤال التاني بالنسبة للكولوم لكل ثانية، الكولوم دوت هو بيتكلم عن الكمية الكهربية اللي هي كاف، والزمن اللي هو زين، طبعا كاف على زين انت عارف انه بيديني مين؟ شدة مين؟ التيار. بيقول لي في الدائرة الكهربية المقابلة، بيقول لي هنا احسب قراءة الفولتميتر. لو خدت بالك كده على الحاجات اللي موجودة على الرسمة، انا عندي هنا الأميتر مسجل لي 4 أمبير، وعندي هنا المقاومة الكهربية مسجل لنا 1.5 أوم. هنبتدي نحسب مع بعض يا أولاد قراءة الفولتميتر اللي هي فرق الجهد. هقول له هنا من قانون أوم جيم بتساوي ت في ميم، هضرب ت اللي هي 4 شدة التيار في 1.5 اللي هي قيمة المقاومة الكهربية، هتديني 6. وما تنساش طبعا الوحدة بتاعت الفولتميتر أو فرق الجهد هتطلع هنا بالفولت. بيقول لي ما نوع المقاومة سين صوت؟ لو خدت بالك المقاومة المرسومة بتاعتك ديت مقاومة بنقول عليها مقاومة ثابتة، يعني قيمتها ثابتة ما بتتغيرش أثناء التجربة. طالب مني سؤال كمان، بيقول لي احسب كمية الكهربية المارة في الدائرة الكهربية خلال نصف دقيقة. خد بالك بقى وانت بتحسب كمية الكهربية، هو انا هحسبها منين؟ هحسبها من قانون شدة التيار. احنا عارفين ان ت بتساوي كاف على زين، يبقى كاف بتساوي ت في زين. طبعا انا عندي الزمن هحسبه بالثانية، هو بيقول لي نص دقيقة، يبقى نص دقيقة عندي بكام؟ ب30 ثانية. يبقى انا هضرب ت اللي هي 4 في 30 هتطلع لي 120. ما انساش طبعا وحدة كمية الكهربية بالكولوم. بعد كده يا ولاد السؤال الثالث معانا اكمل ما ياتي،
اول معادله عندنا معادله على تفاعلات الانحلال الحراري، طبعا 2 ان ايه ان او 3 نترات الصوديوم هينحل بالحراره الى 2 ان ايه ان او 2 اللي هو نيتريت الصوديوم مع تصاعد غاز الاكسجين. بيقول لي هنا تفرز الغدة الدرقية هرمون نقط الذي له دور رئيسي في عملية التحول الغذائي. طبعا يا اولاد ده هرمون بنسميه الثيروكسين او بنسميه هرمون الدرقين، وطبعا عامل اساسي في تكوين الهرمون دوت اللي هو عنصر اليود، عشان كده لازم الغذاء بتاعنا يحتوي على عنصر اليود. تتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية بواسطة الخلايا، طبعا الكهروكيميائية وكلمنا عليها النهاردة، قلنا مثل البطاريات وقلنا مثل الأعمدة مين الجافة. بيقول لي الفكرة العلمية لسيادة صفة الشعر المجعد على صفة الشعر الناعم هو مبدأ، طبعا ده مبدأ السيادة التامة، ومبدأ السيادة التامة بنقول هنا اللي هي بتسود احد الصفات الوراثية اللي بنسميها الصفة اللي بتظهر في الجيل الاول بنسبة 100%، دي بنسميها الصفة الوراثية، طبعا بتسود على الصفة الاخرى. يتكون الرسب احمر عند اضافة المغنيسيوم لمحلول كبريتات النحاس، طبعا هنا هنقول مع بعض لان المغنيسيوم يحل محل النحاس في محلول كبريتات النحاس، ويترسب النحاس الاحمر طبقا للمعادلة الاتية Mg زائد CuSO4 يديني MgSO4 زائد Cu. بيقول لي هنا استخدام الريوستات المنزلق في بعض الدوائر الكهربية، هنقول هنا طبعا للتحكم في شدة التيار الكهربي وبالتالي فرق الجهد الكهربي. تسمية الغدد الصماء بهذا الاسم لأنها تصب إفرازاتها من الهرمونات في الدم مباشرة دون المرور عبر قنوات. شوف مع بعض السؤال الأخير، بيقول لي عند تلقيح أزهار نبات أو نباتات البازلاء خلطيا نتجت نباتات جميعها أزهارها حمراء هجين، طبعا فسر ذلك على أسس وراثية. خد بالك من السؤال ان هو هنا جايبهولك جايبلك النهاية، هو الطبيعي ان هو كان بيقولك الآباء وانت كنت بتقوله الجيل الناتج او الأبناء، هنا المرة دي هو بيقولك نتجت نباتات جميعها أزهار حمراء هجين، طبعا واضح كده ان الآباء عندي اللي حصل ان انا عندي الآباء بتحمل الصفة النقية، سواء كان صفة الأزهار الحمراء اللي هي R capital R capital او بنقول عليها صفة البيضاء اللي هي بنقول عليها الصفة المتنحية برضو R small R small، طبعا هنا هيحصل انعزال للعوامل يبقى عندي R capital R capital و R small R small، هنبتدي بقى نشوف تتوزع العوامل ديت، هيحصل هنا بقى R capital R small R capital R small R capital R small R capital R small، واضح طبعا الجيل كله بنسبة 100% بيحمل نباتات أزهرها حمراء اللون، طبعا بنقول عليها هجين. خد بالك في السؤال دوت هو طالب منك التفسير دوت ان انا اكتبها له بالطريقة بتاعت الرموز. جينا اولاد دلوقتي خلاص لنهايه المراجعه بتاعتنا، اتمنى لكم طبعا التوفيق، ان شاء الله الامتحان يجي سهل، ركز ذاكر كويس، بالنجاح والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.